لكم اليوم وكيف الصيام. يوم جديد مع روان في رمضان واقتراح جديد منكم حابين ننفذه اليوم من ربا فراس اللي طلبت مني وصفة متميزة للتشيز كيك. أنا اليوم رح أعملكم ليزي تشيز كيك، رح أجمع فيها حلو الليزي كيك مع التشيز كيك بطريقة كتير مبتكرة ومتميزة، إن شاء الله هيك تعجبكم. يلا مع بعض نشوف طريقة عمل الليزي تشيز كيك. عنا تقريبا 400 جرام من الجبنة الكريمية مثل فيلادلفيا أو كيري، كوب من كريمة الخفق أو لوبينج كريم، معلقتين كبار من الزبدة، نصف كوب من القشطة، نصف كوب من الماء مذاب فيه جيلاتين، نصف كوب من الشوكولاتة السايحة، وتقريبا باكيت كامل من البسكوت المستخدم للتشيز كيك أو بسكوت الشاي. رح نحط قطع البسكوت بعد ما نكسره بشكل حبات كبيرة، وحندير الشوكولاتة، مكثف محلى والزبدة. هاد بيصير معنا بالشكل هذا، حطيناه بقالب التشيز كيك وهلا رح نفرده بهالشكل هاد. اوكي، الجبنة الكريمية القشطة كريمة الخفق شوية من المكثف المحلى، هذا الشيء برجع لكم حابينه حلو حابينه قليل الحلاوة كيفكم، والجيلاتين راح نخفق. اوكي، هنحط طبقه التشيز وهيك صارت التشيز كيك عنا شبه جاهزة. رح نتركها بالتلاجة تقريبا ليلة كاملة او على الاقل 6 ساعات، وبهيك صارت الليزي تشيز كيك جاهزة، زيناها بقطع من الفريرو روشيه. وصحتين وعافية على قلبكم.